مساء الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رايكم شباب. في خلال هذه الساعة من الساعة 5 إلى الساعة 6 اليوم بالذات الحصيلة ونصيب الأسد راح يكون للمرأة. طبعا انا معاكم هني الرجل الوحيد، ولكن راح اكون معاكم قلبا وقالبا ونصير حياك المرأة. الله. الله يحييك. مساء الخير دانا، ومساء الخير لكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون الراي المتميزة دائما وابدا. المرأة الكويتية تمثل نسبة كبيرة في مجتمعنا الكويتي، وايضا قدرت انها فعلا تترك اثر في جميع المجالات. عشان كذي اليوم معانا امرأة كويتية قيادية قدرت انها تكون مختلفة عن جميع النساء اللي نفس مجالها وتترك اثر وتكون مميزة فعلا، الناشطة الاجتماعية بيب الخضري. حياك الله. شكرا على الاستضافه، وايد مستانسه الله. الموجوده وراكم. والله احنا اللي اكثر مستانسين بوجودك، عزيزين خاصه والله. ان في معرفه سابقه طبعا بيننا وبين بعض، فقاعد نحس احنا الحين ان احنا بين انسانه قريبه منا، خاصه حبيبتي ان معرفتي فيك من زمان بيبي، الله ما يسعدك. شاء الله منذ القدم. حبيبتي بيبي، في اكثر. البدايه يعني ودنا نسولف اكثر عن دور الشابه الكويتيه في المجتمع الكويتي، شلون تشوفينها حاليا؟ انت شلون تشوفينه؟ انا سعيده. أنا أشوف أن الشابة الكويتية وصلت مراحل وايد متطورة وحلوة بمجالات جدا مختلفة. صحيح. يعني قبل كنا نشوف المرأة الكويتية بوظائف محددة، صح، بأماكن قليلة خلينا نقول مقارنة بالرجل، بس الحين صارت منافسة. يعني حتى صحيح. الرجل قام يهابها للمرأة لأنها قامت توصل حق أماكن ومناصب وقيادات وتنجح فيها، مو بس تاخذ المنصب وتقعد، لا، تنجح وتترك بصمة. فأشوف أن الشابة الكويتية أبدعت بمختلف المجالات الموجودة عندنا في المجتمع. صحيح. يعني أنا وأنا أقرأ الإعداد بحاول إني قلت شوية أكون ضدكم، يعني ما أناشبكم، بس ما أقدر. فعلا تقدر. المرأة الكويتية تقدر تكون في المجتمع تترك أثر، ولكن أبي أعرف وجهة نظرك بيبي، هل فعلا الفتاة الكويتية ممكن أنها تسوي إحداث تغيير في مجتمعنا؟ لسبب إيه؟ ليش أقول إيه تقدر تسوي تغيير؟ لأن في أكثر من نشاط، أكثر من فعالية، أكثر من مجال، قاعد نشوف أن بصمتها جدا واضحة. يعني حتى مجلس الأمة الحين نائبة واحدة موجودة، صح؟ شنو اللوية اللي مسويتها؟ صح. شنو الأكشن اللي مسوي؟ بغض النظر إذا هي صفاء الهاشم أو غير صفاء الهاشم، أكيد هذا دليل أن المرأة لها قدرة أن هي تتميز، تبين، تعطي صوتها، يكون واضح. طبعا احنا نفضل ان صوتها دائما يكون بالحق وبالشيء الصح وبالايجابي، بس بشكل عام انا اشوف المراه الكويتيه في مجتمعنا حتى لو كانت بالبيت لها تاثير جدا كبير. صح. وبالنسبة تو ذكرتي موضوع الوظائف، ان المرأة الكويتية في كافة الوظائف سواء كانت بالسلك العسكري ولا السياسي ولا الاقتصادي، في كافة المجالات قاعدة تبرز هناك امرأة تترك لها بصمة. صح. لكن لازال البعض من مجتمعنا، خلينا نقول مثلا ان يجي على السلك العسكري، لازال في تحفظ على موضوع وجود المرأة في هذا السلك تحديدا. شلون ممكن ان احنا نغير نظرة المجتمع 100% الى درجة انه يثق بالمرأة في هذه المناصب؟ الدور على المرأة نفسها، مو المجتمع ولا الرجل ولا العادات ولا التقاليد ولا المبادئ ولا هذا الشيء كله. اللي يغير نظرة مجتمع المرأة هو نفسها. المرأة نفسها. مو احنا دائما نقول اذا بنغير المجتمع لازم الانسان يغير من نفسه؟ اذا بتغيرين نظرة المجتمع اتجاه المرأة، انت بايدك غيريها. خلي المجتمع يقتنع فيك انت كمرأة، مو مثلا انا خلاص وصلت لمنصب معين او وصلت حق بوزيشن معين باي مجال إن كان، حتى خلينا نقول العسكري مثلا، خلاص انا بس البدله واحط ايد على ايد وريل على ريل واقعد ما اسوي شيء. لا، بيني لهم انت ليش هني؟ انت ليش تطالبين انك تكونين موجوده بهالمكان؟ انت خذيتي هالمكان، انزين ايش راح تسوين؟ شلون راح تغيرين؟ اما احنا بس نطالب نطالب، نبي المره نبي المره نبي المره، والرجال المساكين قاعد يعطونا فرصه، لان انا شوف قاعد يعطونا فرصه. شكرا شكرا بيبي. قاعد يعطونا فرصه، بس انه للاسف بعض النساء بس تصل لمنصب معين تحس انها هي خلاص انا وصلت حق اللي ابيه، ما له داعي اكمل. هذا طبعا البعض منهم، ولكن البعض في بعض ايه طبعا يقدر طبعا يقدر. البعض، لكن انت لما توصلين كملي، انت بيني له وصلتي، انت ليش كنتي تبين توصلين؟ صح. لان هذا الموضوع راح يساعد النساء، يعني البنات او الحريم الثانيين، ان هم يوصلون الى حلمهم. بمجرد ما توصل، يعني اول ما دشت المراه في مجلس الامه احدثت تغيير جذري بنظره الحريم كلهم، ان هم ممكن يشاركون او ممكن يكون عندهم نسبه امل في انهم يدخلون الى هذا المجلس. ايضا في المجال العسكري، في المجال قضائي. الاقتصادي والقضائي، يعني
قاعد نشوف وجود المرأة شوي قام يصير في وعي قام يصير عندها رأي في المجتمع الكويتي. وحتى الفترة الأخيرة شفنا وايد حققوا بنات الإنجازات الرياضية المجتمعية حتى على المهنية سواء في الجامعة أو في دور العمل، فشلون نقدر نحافظ على هذه الإنجازات ونطورها على مستوى السنوات القادمة؟ شوف عبد اللطيف، احنا إنجازاتنا كمرأة كويتية في المجتمع هي ترى قديمة، يعني من أيام قبل عندنا شخصيات بارزة ونساء رائدات في مختلف المجالات. اللي فرق في زمننا الحالي عن زمننا قبل ان الحين صار في سوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي اللي قاعد تسهل الميديا تغطي على الناس اللي قاعد تنجز. حتى القنوات الجديده زادت، قبل ما عندنا تلفزيونات وقنوات خاصه، القنوات والميديا الجديده هي اللي قاعد تطلع الشابات الحديثات مثلا اللي موجودات الرائدات في مختلف المجالات. ولكن احنا من قبل متعودين على هالشيء. انا اشوف عشان تحافظ على هالشغله هذه المميزه والكبيره في المراه الكويتيه لازم نعطالها اكثر من فرصه. يعني مثلا مو اخذ انا بيبي احطها كمديره اجربها سنه ما اشوفها انجزت خلاص المراه ما تنفع. لا، يمكن بيبي ما تنفع بس اذا يبدا انا تنفع، لان الشخصيه تختلف. ونفس الشيء مره ان مره تختلف، في مره تبي بس المنصب عشان يكون مثلا قبل اسمها حرف الد برستيج دكتوره بيبي او برستيج، بس في مره لا ما يهمها الدال، تبي تنجز تبي تعطي، عندها رغبه وحب في الشيء اللي هي قاعده تدش له في المجال سواء السياسي او الاجتماعي بشكل عام. بالضبط، نعطي فرص اكثر، نؤمن بالمراه، نؤمن بعقليتها مو بس بعاطفتها. صح المراه عاطفيه وانا مدمعه يعني، بس نؤمن بعقليتها. مع ان بين شخصيتك ترى وايد قويه. واي ما تدري الحين زفني بالهواء. انزين الحين قاعد نشوف ايضا توجه الدوله كبير من ناحيه دعم الشباب ودعم الطاقات الشبابيه والانجازات الشبابيه، هل تشوفين ان هذا الدعم كافي ام تحتاج الدوله ان تقدم اكثر وبشكل خاص للمراه؟ اوكي، انا اشوف قبل كنا بحاله احباط لما صار في شيء اسمه وزاره شباب وتحولت الى هيئه الشباب. انا شخصيا كبيبي قاعد اتكلم اتفائلت، لان في اشياء ايجابيه انا لمستها بصراحه من هيئه الشباب. هل مطلوب منهم زياده؟ اي، مو بس منهم، من مختلف قطاعات الدوله. انا اعرف مجموعه كبيره من الشباب ودهم يسوون شيء غير وظيفتهم العاديه. صح. غير وظيفه الصبح. اللي قاعد يمنعهم بروتوكول بيقراطيه احيانا والتعقيدات في وزارات في الدوله وفي جهات قاعد تعقد الامور. صح. انا عشان افتح مشروع اروح 16,000 مكان واتعب ويطيب خاطرك. إيه أطخ والله، في ناس صح. صح. في ناس تستسلم وتطخ تتعب خلاص. يعني أنا أعرف واحد من الشباب بخاطرة كان كافي شوب فكرته جهنمائية، وصل مرحلة تعب سوى فكرة كسرت الفكرة الأولى. أوكي صارت أحلى، بس أنتوا خليتوه يوصل مرحلة أنه يتعب ممكن يستسلم. فأنا أشوف لا، مطلوب تسهيلات إن كان للمرأة أو للرجل، تسهيلات أكثر للشباب تعطونهم مجال أكثر. والمرأة ترى أنا شوف بالكويت مخضع حقها، حتى البنت والمرأة اللي موجودة ببيتها ظروفها ما تسمح لها أن هي تطلع أو تشتغل أو تبدع أو تعمل أو توصل حق هدفها لظروف عائلية عادات تقاليد وتفر، أنت تقدرين تتميزين حتى ببيتك. صح. ترى مربات البيوت مو كلهم سواسية. صح. كل واحدة تتميز بلمستها تترك أثر حتى ببيتها. طبعا مو شرط انها تكون في خارج البيت، ممكن تكون مبدعة او مؤثرة، ممكن وهي داخل البيت تكون مؤثرة. مو كلنا لازم نصير فاشينيستات، مو كلنا لازم نصير اعلاميات، مو لازم كلنا نصير دكاترة واطباء. انت تركي بصمة، لان حتى بالنهاية حتى اذا ولدك كبر وصار شيء مميز بيقولون انت من امه. بالضبط، طبعا تربيت امه وابوه بالنهايه. بالضبط. ولكن بيبي في وايد طموحات ومستقبلات لبنت الكويت، يعني بناتنا بشكل عام للمستقبل اللي احنا نتطلع لها، لكن انت كبيبي الخضري شنو تطلعاتك لبنت الكويت؟ انا ودي بنت الكويت مع كل احترامي حق كل بنات جيلي واللي قبلي واللي بعدي، ما يكون اهتمامنا كلها جنطه جديده، ماركه، شنو لبست ترشيه، وين رحت سبق شاري، الحمره اللي مشتريتها، لا يكون هذه اهتمامات سطحيه. حلوه الاهتمامات البناتيه، بالعكس احنا كلنا نساء وانت بالنهايه انثى تحبين تهتمين بنفسك، بس اذا كان هذا هاجس في وايد اشياء مهمه بالنهايه راح توصلين مرحله تقولين اوف يا ريت. شنو السبب اللي زاد عندهم هذا الشيء في السنوات الاخيره؟ مع انه من قبل بناتنا الكويت يعرفون يلبسون ويحبون الجناط ويحبون الموضه، لكن الحين بالفتره الاخيره قاعد نشوف قاعد يصير عندهم وايد هوس، قاعد تصير احيانا مشاكل عائليه بسبب جنطه ولا لبس. عبد اللطيف، انا ما اشوف انه غلط تهتمين بالموضه وتحبين المكياج والفاش، بالعكس هذا انت مراه بالنهايه، حلو تطلعين جميله.
اللي قاعد اقصده انه لا يكون هو نمبر 1 في حياتك، لا يكون هو الرئيسي الاساسي الهوس. ليش صار كذي بالاونه الاخيره؟ الاسباب كثيره، زادت الاعلانات، زادت الدعايات، زادت الشخصيات. يعني مثلا انا قبل ما عندي وايد رفيجات يشتغلون بالمجال الاعلامي، مع العمر قاعد اشوف لا، البنت قامت تطلع، قامت تتعلم، قامت تتثقف، قامت تقرا، دشت بالاعلام بصوره وايد كبيره. هالشيء يساعد، بس ان تكونين انت هاجسك الكماليات مو العقليات، هذا شيء راح يضيعك، راح يوم تندم. يعني راح يوم تحس انه لهالدرجه انا كنت سفيهه، لهالدرجه انا ضيعت وقتي. ما قاعد اقول امسك كتاب وظل ادرس، ولا انا بس طبخي، ولا بس ربي، خليك بالانس، مو لدرجه تساوي شيء معاه عشان جنطه كمان يعني. شوي زردانه يعني. صح. زين بيبي، ما تحسين ان هذا النوع خاصه، لا نتكلم يعني، خلينا نتكلم على البنات الصغار. حاليا انت قاعد تقولين السوشيال ميديا ساعد وايد ناس في انهم يوصلون سواء كان بالزين او بالشين. صح. احنا هذا ما ننكره، ان هناك ناس قاعدين يمثلون الجانب الايجابي وناس قاعدين يمثلون الجانب السلبي. لكن ما تشوفين ان احنا نحتاج الى امثله بارزه خاصة في السوشيال ميديا تكون إيجابية حق البنات الصغار هذه عشان يتغير مفهوم ويكون عندهم وعي أكثر؟ بلى أكيد. هو الانتقائية لما تنتقين الشخصيات إن كانوا بالميديا أو التلفزيون، ترى حتى الأفلام والكارتونز، يعني أحيانا في كارتون ينزل بالسينما هو أنيميشن بس ترى مو ياهال. يعني حتى الانتقائية في الكارتونز، في المسلسلات، في هذا شيء وايد ضروري إن كان للبنت أو الولد. للشاب. أنا أعطيه الحرية في الاختيار، أنا أعطيه المجال إنه هو يشوف، بس لما يشوف أكون معاه، أعرف على الأقل شنو قاعد يشوف. لما هي تقول أنا أحب دانا، زين أسألها أنت ليش تحبين دانا؟ شنو بدانا شيء مميز؟ مثلا تقول لي قصت شعرها، صدق أنا ودي إيه، قصت شعرها، إنزين ف يا ويلك، من الحين أقول لك أنا. ففي أشياء معينة، زين أسحب 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 لما أعرف اللي قاعد تحبه بدانا أشياء منطقية وصحيحة ومفيدة، ولا قاعد تحب أشياء ثانية؟ أنا أحب فلانة عشان دلعها، احب فلانه عشان مثلا عندها وانتم بكرامه حيوان اليف، انا احب فلانه عشان والله لبسها حلو. الانتقائيه انت ما تراقبين وتحكرين، ممنوع تتابعين دانا بالانستغرام. لا، اتابع وياها دانا، اتعرف على دانا، اشوف شنو الاشياء اللي هي تحبها. دائما انتقائيه، بس الحكره انك تحطين كان بنت او ولد، الحكره الزايده تولد الانفجار، واذا تولد الانفجار يعني راح فيها، راح تصير في وايد هالبيات. اكيد. وتصير امور خارج البيت ويسوون اشياء من وراء اهاليهم. الحديث عن الفتاة الكويتية بها حلقة كاملة، مو سيجمنت كامل. ولكن كلمة أخيرة، نصيحة توجهينها لفتيات ممكن تكون عندهم الخوف ولكن نفس الوقت عندهم الرغبة أن يبون يكونوا مؤثرين سواء في البيت أو في العمل أو بدراستهم. حبي نفسك، أول شيء حبي نفسك، خليك واثقة من نفسك أولاً، الشهادة وبعدين الأمور الثانية. صح. أي شيء تبين توصلي له ما راح توصلي له بالعناد، بالإقناع والقناعة والحكمة. هذا أهم شيء. وبالنهاية كل بنت، إن كانت كويتية وخليجية وعربية وعالمية، أي دولة بالعالم، كل بنت فيها شيء مميز هي بشطارتها تكتشفه. صحيح. ومشكورين، ما قصرت. جميل. والله أنت اللي مشكورة على تواجدك بيبي الخضري الناشطة الاجتماعية. شكرا لك على تواجدك. مشاهدينا، احنا مستمرين معاكم في حديث مشوق مع المرأة الكويتية في كافة مجالاتها، لكن من بعد هذا الفاصل.